السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي طابت أوقاتكم بكل خير يتجدد اللقاء ويتجدد الحوار اليوم الخميس 18 فبراير 2021 ولقاء زي ما نوهنا جامد جدا في برنامجكم حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل النهاردة في حوار هادف عندنا حلقة جميلة جدا زي ما نوهنا عن الثروة الحيوانية هنتكلم النهارده في محاور عديده وكثيره عن الثروه الحيوانيه ومعانا النهارده خبير في زي ما بنقوله المزارع الحلاب ومعانا النهارده كمان شركه اي تو ام ايجيبت الراعيه لحوار هادف. قبل ما هنبدا بنقول اخبار على الطاير اللي هي الفقره بتاعتنا الاولى لبرنامج حوار هادف، الفقره دي بترصد بعض الاخبار الخفيفه اللي كانت ترند هذا الاسبوع. الخبر الاولاني معانا هو كان في حبس زوجين يعرضا طفلتهما للبيع مقابل خمسين الف جنيه في شبرا الخيمه الخبر ده نقف عنده شويه كده وهنا يعني نشوف قد ايه الأسوأ لقلوب يعني سواء كانت أم أو أب في, في 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 تشريد أبنائهم بمزاجهم دلوقتي بسبب الفلوس أو بسبب المادة والاحتياج ليها هو تم حبس يعني الزوجين ده الخبر اللي عندنا كانوا بيبيعوا طفلتهم بخمسين ألف جنيه الخبر الثاني عندنا يوم الثلاثاء ده يوم 16 فبراير كان يوم حافل بكثير من الإنجازات اللي دعمت بها القيادة السياسية في مصر كان يعني الرئيس السيسي افتتح كثير من المشاريع الصحيه في بورسعيد وافتتح ايضا زي ما هنتكلم في خبرنا لكن كان يوم الثلاثاء انطلاق اولى رحلات القطار الروسي الجديد من بيلا في كفر الشيخ الى القاهره كان سياده الفريق كامل الوزير راح كفر الشيخ ولقى ان الناس بتاخد محطتين وثلاثه عشان يوصلوا القاهره امر برحله القطار الروسي اللي طلع في الساعه خمسة ونص يوم الثلاثاء 16 فبراير انه ينطلق مره واحده الى القاهره مرورا بعده محطات فده تسهيلا للمواطنين اللي موجودين والمصريين الموجودين في بيلا وفي كفر الشيخ هيكون حاجه جميله ليهم قد ايه الفريق كامل الوزير منظومه النقل في مصر تسير بخطى نتمنى كل صراحه الوزارات تمشي في هذا النهج شايفين القطار الروسي مشى من الساعه خمسه ونصف ووصل القاهره مره واحده كان صراحه بيتعرضوا لكثير من الوقفات يعني المواطنين في كفر الشيخ بنروح لخبرنا الهام وعبر كونفرنس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي حضور الدكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس مجلس الوزراء بيفتتح اول مستشفى عسكري في دمنهور في محافظه البحيره. اول مستشفى عسكري. كان المواطنين صراحه يعني طلبوا كثير مناشدات كثيره في السنين اللي فاتت المواطنين ارتياح جامد جدا المواطنين في محافظه البحيره مدنيين وعسكريين. المستشفى العسكري الأول في ضمنهور وفي منطقة مكتذة بالمواطنين افتتحت افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر كونفرنس وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي على ونصف فدان بتكلفه 326 مليون جنيه مكونه من 118 سرير وفيها بهو استقبال وطوارئ ومسجد، جناح للعمليات، غرفه عمليات، اربع اجنحه افاقه واكثر من 34 سرير ايضا في غرف مزدوجه. فيها قسم للطوارئ، قسم للمناظير والافاقه، قسم للغسيل الكلوي، فيها كمان للعنايه المركزه والولاده وحضانات وحديث الولاده. مستشفى كبير يعني مبروك لاهل البحيره، مبروك لاهل دمنهور مدنيين وعسكريين افتتاح هذه المستشفى، قد ايه القياده السياسيه بتدعم المنظومه الصحيه وتمشي ايضا بسير ونهج رائع جدا للوصول الى مشروع التامين الصحي الشامل باذن الله اللي يكون مكتمل في مصر برؤيه مصر 2030 هنروح لحديث الساعة وحديث الساعة بنقدم برضو الترند اللي كان حاصل الترند وبما إن معانا النهاردة ضيوفنا بنتكلم عن الثروة الحيوانية فهو يعني في ارتباط برضو عن الرأفة والرفق بالحيوان الترند ده عن بهاء العمدة الشاب بهاء العمدة الشاب ده سوهاجي عنده 29 سنة قال لك أنا هركب الحمار وحروح رحلة تستغرق 900 كيلومتر من الجيزة الأسوار وفعلا راح وحتى الامن كان اتمسك من الامن في المنيا وبعد كده طلعت تصريحاته أنه هو افرج عليه امنيا بسبب ان ما كانش معاه تصريح انه ينطلق بالحمار وهو قال ان انا معايا عربيه خلفي سياره خلفي فيها كل الحاجات والاحتياجات ليا ولهذا الحمار وصرح قال ان انا عاوز بعمل الموضوع ده عشان اعرف لهجات بلدي اعرف الحوامدية سميت ليه اعرف القرى المراكز اللهجات التقاليد العادات. طيب احنا بنقول الترند ليه ليه او نوهنا ليه لانه منتشر على السوشيال ميديا بشكل جامد جدا عشان نقول ان في في حديث الساعه ده حاجتين الحاجه الايجابيه ان راجل عاوز يستكشف بلده وعاوز يتعرف على قراها ومدنها وتاريخها وعبق التاريخ مصر فعلا والناس ويرتبط بالناس جواهم ومتقلده بشيء جميل جدا وايجابي الجزء السلبي في الموضوع هو انك يعني ظلمت الحمار معاك حتى لو معاه احتياجاتك انت بتقول في عربيه وماشي بالحمار كان ممكن تستخدم يعني بنشوف بره في العالم وحتى في مصر الدراجه الهوائيه ممكن تستخدم العجله ممكن تستخدم الموتوسيكل التروسيكل, التوك توك يعني عبر عن ما تريد به الاستكشاف والمعرفه ممكن تسحب وراك دعم لاحد الجمعيات الخيريه فيبقى موضوعك في اوبجكتيف وفي هدف انت محدده تثمر منه نتائج كويسه فده الجزء السلبي يعني ان انت يعني وحتى منظمات حقوق الحيوان اه انا عرفت انها عملت شكاوى كثيره وعديده بخصوص موضوع اهانه صراحه الحمار في هذا المشوار الكبير فكان ده يعني يعني خلوا بالكم يا جماعه اذا هنعمل حاجه ونوصل ترند يعني انتشر حتى الاسبوع ده شويه ترندات كده وحاجات سيئه اذا كنت عاوز تعمل ترند وتعمل شهره لنفسك يعني ما تظلمش غيرك اذا ما تظلمش بلدك ما تظلمش نفسك حتى يعني بشويش وعلى مهلكم وفكروا صح بالله عليكم آه، النهارده نروح لموضوع حلقتنا الثروه الحيوانيه وغذاء امن في حياه كريمه وهنتكلم عن مشروع برضو تطوير الالبان اللي تكلم عليه رئيس الجمهوريه يسعدني ويشرفني هذا اليوم ان يكون معي في الاستوديو في حوار هادف كل من سعاده الاستاذ سعاده الدكتور محمد عثمان عبد الرحمن محمد آه، اهلا وسهلا بحضرتك المدير التنفيذي لشركه لافاش اهلا وسهلا دكتور محمد شرفتنا مصرح. في حوار هادف مصرح. ايضا يشرفني ان يكون معي طبعا الاستاذ الدكتور بهاء الدين محمد الغرباوي آه دكتوراه الامراض المعديه والباطنه وايضا هو رئيس مجلس اداره شركه اي تو ام ايجيبت اهلا وسهلا بك دكتور اهلا وسهلا بحضرتك, بحضرتك. منورنا من في حوار هادف ويعني وفي وجودكم معانا بنقول ان احنا بنعمل مسابقه خفيفه بترعاها شركه اي تو ام ايجيبت ومناسبه معانا النهارده طبعا رئيس مجلس الاداره الدكتور بهاء الغرباوي وكان سؤال حلقه الحلقه ما كانش خاص بالشركه قوي كان قلنا اذكر ثلاثه مبادرات من الرئيس السيسي في مصر للتنميه المستدامه جاتنا صراحه المره دي كان الاسئله كثير كثير وكلكم عارفين طبعا 100 مليون صحه حياه كريمه اللي هي دلوقتي شغاله الموضوع التكنولوجي تاهيل الشباب كثير من المبادرات وكان الحظ الفائز الفيسبوك اللي هو هبه البنا فيسبوك هبه البنا هنتواصل معاكي ان شاء الله باذن الله هبه البنا نتواصل معاكي وعشان نعرف رقم تليفونك ونتصل بيك ان شاء الله للوصول اليكي كده معانا ثلاث فائزين على الثلاث حلقات اللي فاتوا ان شاء الله باذن الله بنكملهم اربع فائزين وبنقدم لهم الجواز برعايه شركه اي تو ام ايجيبت دكتور بهال الغرباوي تنوهنا بقى يعني ان شاء الله باذن الله الشباب نلتقي بيهم ونتصور معاهم ان شاء الله اكيد طبعا ان شاء الله ده دعم منك يعني اكيد طبعا يعني أنا مبسوط طبعا اولا من المشاركات الايجابيه والتفاعل مع البرنامج بصراحه يعني بشكر حضرتك طبعا برنامج رائع وناجح وحضرتك يعني ما شاء الله أنا عملت بيه شغل كويس جدا بصراحه. ربنا يخليك يا دكتور ان شاء الله وبنتمنى لك كل التوفيق لشركه اي تو ام ايجيبت ايضا كل التوفيق، هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه اي تو ام ايجيبت للادويه البيطريه واضافات الاعلاف والبريمكسات والانزيمات والبروبيوتيك مشاهدينا الكرام احنا هنطلع فاصل صغير هنشوف في الفيديو ده ونرجع تاني على طول مع ضيوفنا في محاور حلقتنا استنونا.